الشركة المصرية للصناعات الخشبية بتمتلك مقر صناعي وإداري عملاق في منطقة القطامية بالقاهرة الجديدة. تعالوا نقابل فرج محمود عبد التواب، مدير فرع الشركة المصرية للصناعات الخشبية بالقطامية. احنا بنصدر لفين؟ بنقول لهم ايه؟ بنعرض بضاعتنا على العالم كله ازاي؟ اسواقنا فين؟ هل افريقيا؟ هل دول عربية؟ هل دول اوروبية؟ احكي لي بنفكر ازاي في تسويق المنتج ده؟ صدرنا لليبيا، صدرنا لتونس، صدرنا للجزائر، صدرنا لليبيا، صدرنا للسودان، السعودية لينا يعتبر فرع في السعودية، صدرنا الكويت، بنصدر لدول كتير في الوطن العربي. فيها مصانع هناك لأبواب مصفحة، فيها مصانع للأبواب أو الأخشاب، أبواب داخلية وأبواب مصفحة. لو كلمتك على الأسواق اللي أنت بتستهدفها النهاردة عشان تقدر توجه لها المنتج ده لمصانعها عشان تعمل منتج نهائي، تستهدف أسواق إيه؟ من خلال المعارض اللي أنا بروحها، المعارض الدولية دبي، بنستهدف السوق الأفريقي، جنوب أفريقيا، شمال أفريقيا، بنستهدف سوق جيبوتي، سوق إريتريا، كينيا، الأماكن دي كلها إحنا عايزين نغزوها وبمنتجنا. عندنا مصانع هنا في مصر بتصنع الخشب من مصاص القصب، سمعنا عن الموز، شجر الموز المخلفات بتاعته، هل الكلام ده ينفع ان احنا نحط عليه ورق الميلامين ونعمل له خشب؟ الكلام دوت ينفع وموجود مصنع نجع حمادي، ولكن انتاج اصلا نجع حمادي ما يجيش. ايه مشكلته؟ عايز اعرف ايه مشكلته معاك. هو الانتاج قليل، محتاجين نطور الصناعه دي في مصر ازاي عشان اقدر يبقى الخشب مصري، الميلامين مصري، التصنيع مصري، عملنا منتج هايل اسمه مصر. احنا عايزين مصنع واثنين وثلاثة ينتجوا لنا MDF مصري بجودة عالية عشان نشتغل بيه، يكفينا. احنا بنستورد كميات مهولة من MDF لانه خشب مصنع، يعني خشب مصنع ليه. بس احنا استهلاكنا عالي جدا جدا فيه، اعتقد احنا بنستورد اكتر من 1,250,000 متر سنويا. احنا بنتكلم في نجع حمادي، اعتقد انتاجهم السنوي ده مليارات، بتتكلم في اكتر من 10-11 مليار طبعا.